تاجر من الريش دي ماشي 30 عام هذه 30 عام وحنا هنايا انا كان كاد الفورنويات اللي بغى شي حاجه كاين الصغار كاين الكبار اللي بغى شي حاجه المهم كاين البرد الوقيته ديال البرد راه كاين اللي ما عندوش الفرن دابا راه يموت البرد كاين كطيح دابا الثلج كتبقى شهر 15 يوم الا ما عندكش الشارع ما تقدرش تجلس زوينة كاين 4000 6000 100 درهم على حسب الجودة كيطيبو كيسخنو كاين دابا ملي كدير العواد دابا كتسخن الماء كطيب هنايا كيكون قاش كيكون البرد فاش تعاود الفوق من الشجر تعاود كيبدا البرد وهي هذيك بنادم كيش ديال الفرنوات ديالو كيدير العواد في الشتوى وكيسخن بنادم وهذه هي في الموسم بزاف كيتقداو الناس هذا هو يا مازال ما تقديتها كنت واعي حتى على الثمن وضروري حيت الفرنوات في السخونيه راه ضد البرد ما حد كتسخن كتعمرو بسميتو في الشتوى كتسخن وكتطد البرد هذا هو تيكون البرد بزاف بزاف كاع ماشي غير بزاف تاع غير كذا حتى ماشي غير البرد ماشي عاود ثاني بنادم الا ما شرا الفرن الموت راه كاين الحمد لله عاود ثاني قام كان المونتاج كان بنادم كان الفراش وانما من الضروري العافيه غادي تكون كاين اقبال رواج السوق اعطى الله الخير تبارك الله كاين الغالي بزاف كاع ماشي كاين الغلا ايوا راه كاين الغلا كلشي غالي احسن عاود حتى هما راه كيجيبوا السعه غاليه عليهم كيبيعوا كل واحد كيجي على طرق الخدمه